في نفس الوقت يعني كوجما ويعني بيلينج ما يعني هيبقى شويه لوحده، فعشان كده تاري كان بيك كويس ان هو يعرف يبيله لوحده بالار مجرد بس الار، هتشيل كوجما. هو انا شفت ايما من ممكن يخسروا في فلاش، وهذا يساعد اكثر في البريشر من جهه الادوات، ممكن يساعد اكثر في التايت. شوف فلاش يمو بليك من جهه فلاديمير، ممكن يكون هذا الفيرست بلاد اللي كنايت موجود، والفيرست بلاد يمشي لصالح ياسو تعمل الفلاش بتاعه. Well played والله جدا لفلاديمير الصراحة، بس وضع في خطر جوه الدراجون بيت. اوه في نفس الوقت فما لهنا فايت قاعدة تصير في دريك بين هنا، الفلاش بيس من جهة كين ويكيل انت صالح ديث ساندز، ونتصور معاها التنين بدك تمشي صالح ولاف، ولكن فما فلاش موجود لهنا من جهة كوغ ماو 3 في 3 موجودة، الفلاش من جهة ولاف، مش تبقى عملية 2 في 3 من جهة نوتنس اللي ما عندوش فلاش يحاول يهرب بالدريتش لاين، سيفر كذلك مثلا عنده الفلاش وتنتهي العملية لهنا، ولكن فما تي بي موجود من جهة جناري يعمل سلو بالبومرانج، ما عندوش الميجا جنار فور مرات. شوف يو ولا من جهه نوتريس يضاف موجود التي بي من عند كينن، هل تاخذ تعمل شيء في التيم فايت هذه؟ عنده الفلاش، عنده فايتنج ماي ستور يستعملها ياخذ الكل الاول على نوتريس، بتعطي الموفمنت سبيد ويكون فما الفولو اب. اوه الانجيج كما كنت بتضحي الالتيميت من جهه ترير، ثريد لاين موجود من جهه نوتريس، ممكن تارك مش يضحي بنفسه ويعطي فري كيل العناصر الفريق وين افتر وين، والكيل يمشي مختار لوحده في خطر خطير خطير جدا موقع كوجمو، لانه ما احترمش انه اولاف مثل موجود من جهه البوت سايد، ممكن نشوفه 1 في 3 دايف تذكروا ما فهمش تي من جهه كيلين، راك تارك موجود من جهه اولاف وسكين الثاني يمشي صالح شتيني جامي زيرو، خليه يكون خطا كبير هنا من جهه كوجمو ليه؟ يستاهل هو كمان، ولكن مش مشكله على الاقل عرف يطلع بالبليتس. انا شايف حد بيسال ليه تير على طارق؟ اوه ثانيه واحده في ميد لين في ستان على فلاديمير خطر ولا ايه؟ اوه ممكن نشوفه دايف هنا من جهه فلاديمير، استعمل الهيمو بلاي شوف الدامج قتلها من غير حتى ما تصير يعني البروك بتاع الالتيميت. هو يعني فلاديمير من غير حتى الفيرست ايتم خلاص ياخذ الكيل، ولكن شوف لاني اولاف يعمل انجيج على فلاديمير كذلك، فما روتيشن من جهه جنات فلاديمير من غير بول هزار في الاخر، الاثنين طلعوا منه من غير ما يحرقوا اي سمنز. هوك بدا يعمل حبه دامج لما الدبليو تبقى اكتف، بيزود طبعا الرينج بتاعه الانجيج اولاف موجود هنا في البوت سليك رينج من جهه تارك، التي بي كذلك من عند كينن جنار ويلك جنار عندك التي بي عندك الميجا جنار فورم، ولكن ما زال متاخر فري مان لايكي مايستر مزيد كانن بالشت داون على سيمن، شوفوا نظرة اللي يحاول يجيب الفيو على كانن اللي يضطر يستعمل فلاش وما يموتش لان الهيلينج موجود في جهه تارك، وكوك ما بياخذ دابل كيل لهنا الاول على نوتلس والثاني على اولا جي جي لهنا صراحة ديوانيه ليش بذكر اني موجود اني كالستان في الاي هل يحاول يفعلها 1 في 2 لهنا هل يعملها الهيلينج موجود في جهه تارك والثالث كيل يمشي صالح كوك ما الرامبيت، ولكن سيبرز موجود لهنا في الشارع استفاد من المانامونه هنا هيجي له اتاك دامج هيزود الاوتو اتاك باور بتاعته بس بيدي الانجيج هنا من جهه فلاديمير استعمل الالتيميت كذلك كين موجود بسلو بالدبليو والكيل يمشي صالح كيو 8 الميجا جنار فورم. هي قرار غريب شويه من نار، بس نار بيركز اكتر على ثانيه واحده بوتين كين الانجيج هنا من جهه كين يحاول يكون في 1 في 2 سيتويشن، ولكن شوف الاي موجود من جهه تارك سيفر في خطر كين يستعمل الالتيميت يستعمل هيل والفلاش معاه شو هذا كين يعمل ميت الفلاش كين لو ياخذوا اللوتكس، ولكن موجود كبير هنا من جهه جنار شوفوا نوتس موقف خطير جدا 1 في 3 الكل ياخذوا تارك في نفس الوقت ولا في كين ثينك هي تي بيد على مينيون ومينيون ميد على ما اظن، انا شاكك في كده بس الله اعلم كده وكده فلاديمير بتشيس اني مره اخرى فلاديمير يعمل دامج قوي تيبرز 1 فور 1 تو كيلز واحد اخيرا كده جايب بلاك ليفر، واظن الايتم القادم هيبقى غالبا يا اما فروزن مالت يا اما داد مانز بليت على حسب نار القرار الجي بي، بس فلاديمير فلاديمير موجود هنا في الكوب في 1 في 2 يعمل دايف يستعمل الالتيميت بتاعه، ولكن نزل ما بيتحط حد الكوست ريك ريدز موجوده من جهه تارك ولا تاني يستعمل الالتي حاول يعمل شيء على الكوب مو يستعمل يستعمل فلاش الاكس سنو لزك ياخذ اول كيل في التيم فايت هذه، ولكن الفلاش موجود من جهه ياسو اكير مان كان موجود هو الفلاش كيو موجود من جهه داد مانز، ولكن نزل ما ماتش من جهه تارك يستعمل الاي بتاعه نادرس هو اللي بيموت مقابل افتر وين هم بدات عمل لهم دايف بس سامها عرفوا يقلبوها والفلاش هوب وستان على كين، ولكن مفيش فولو اب الفلاش هوب من ذا سنتنس اوف فلاديمير فلاديمير نايس دامج انا ياخذ الكين على اني، ولكن كين يستعمل الالتيميت بتاعه حاول يعمل فول ديشن للتيم فايت فلاش ولا اروع اي من جيت دارك، ولكن يموت على ايدين اولاف اولاف لان كيل اكس مي هل ياخذ سكند كيل نعم ياخذ الدبل كيل نزل في 1 في 1 اختار لهني على النوتلس مورو لهني النوتلس ممكن هو اوه شوف الفلاش اوتيميت هنا على الوول من جهه جنان الكيو هيب فول فول اوف من جهه النوتلس، ولكن كوست ميك ريدس في الوقت المناسب التي بي لهني كان الشيء مش يعمل عنده ستايل فاكتور الفلاش شوف الدامج من الكيو، ولكن 1
شورت موجودة من جهة اني تين فلاش ياخذ الكيل على نودريس اني شنو يبش يعمل الالتيميت موجودة من جهة كين هتشخص تعمل 1v2 يرجع على اتش بي ياخذ الكيل ولكن الولف مازال حي ترايف موجودة لان يرجع فيها الاتش بي ولكن تريبل كيل هما عارفين دلوقتي ان البارن بتعمل 100% فري وان اب تو وفي تو كوين النار دلوقتي مفيش تو فادي فاش تعمل تعمل السيبر بتاعها ولكن مش موت هنا كيل لو انت صلاح كيل الولف بيشوف الدامج بيكسر تيم تي جير في الباك لاين فلاش موجودة لان هي كين ولكن نفس الوقت جناح عنده الفارم ولكن لحد الان دي واني ليجنز قاعد يربحوا في التيم فايت هذه اولاف لو اتش بي شوفوا تشيس من فيت كين مش تكون هذه نهايه اولاف ايش شت داون مش تكون هذه بارن من صالح فريق دي واني ليجنز يعني ستون تارك ما يستحقش حتى باش يعمل كايتنج ولا باش انه يتحرك ويعمل دوج سكيب شوتس يعني معك تارك حيت راح في امان ولكن فما ليجنز اللي مش يتكلم الوان شوت تدي بالزيت اني الزون يور هنا باش تبيح في الميد لين في ويف كلير قوي من سيبر ولكن مش عارفه توصل للويف ده في دايف لاني مش فيه بلادي من يحاول يعمل دامج قوي على السيبر اللي بتستعمل الالتيميت بتاعها في نفس الوقت شوف اولاف ركزوا معه لو في حل الالتيميت بتاعها راح يعمل تشيس ولكن الجينزو دامج قوي جدا على اولاف في نفس الوقت كين يلقى روحه في 1 في 1 سيتويشن مع نوتلت مع السبورت ياخذ كيل كايتو الاول مش ياخذ كيل على الجول توست شوفوا كنار قاعد يحارب في الباك لاين يحاول انه ياخذ كذلك كيل ولكن سيفر رجع في البيت الفلاش بتاع من جهه نوتلس يموت هناك كين صالح سيفير ولكن تطلعه زي موجود ياخذ كيل على نوتلس ولكن الشت داون الاول ليش صالح سيفير تاخذ الشت داون الثاني على كوك ماو ولكن لحد الان فريق وين افتر وين قاعد يربح في التيم فايت ولكن مازال موجود فلاديمير مازال موجود اهم من ذلك تارك في التيم فايت هذه بالهيليك وبالسستين التي بي موجود من جهه كنان ممكن نشوفوا نهايه مباراه ثانيه صالح ديوانيا ليجند هل يفعلوها هل يكملوا هل ينهيوا المباراه ثانيه الباص من جيت فارن اني تعمل بتاعها ولكن لك دوست يكون اسهل من جيت تارك كما انت كبير لان هي اللي تتاجر دي خدت مباراه قويه ولكن الشات داون صراحه سيفير سيلت شات داون في نفس التيم فايت صراحه سيفير كذلك شات داون مره اخرى يمشي الاني على فلاديمير لاست مان ستاندينغ كان هي تارك نصور هو كذلك مش يموت وتكون ايس صراحه فريق وين افتر مش ممكن وين افيز راح دلوقتي لصالح فريق وين افتر وين كبير اوكي في خطر كبير جدا لان ذكروا اني ما عنديش ينف مانا ممكن استعمل فول كومبو ولكن شوف الدامج في الالتيميت بيستعمل هنا كيل مش كابتن جميل لكوك ماو في الالتيميت شوفوا الناس في الباك لاين ياخذ الكيل على كوك ماو ولكن كوك ماو بيباسف يحاول ياخذ الكيل هنا على اني وينجح وين افتر وين ولكن ممكن تشوفوا تيم فايت اخرى لهنا يموت يا بيدوروا على الانجيج هنا انت احنا قلنا هم دايف بومب وادي دايف هذا اللي كنت نحكي عليه الفلاش موجود جيت فلاديمير استعمل الالتيميت ولكن تو فين لو كان في جيت نوتلس بس تاخذ كار فلاديمير شوف كان اللي في الباك لاين استعمل الالتيميت بتاعها دامج قوي جدا تارك مازال يحارب كان مازال يحارب ولكن كنار كيف مازال حي لوزوكس ياخذ كيل على كوك ماو بس ياخذ سكند كيل لهني على تارك اي 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 لهني لوزوكس يظهر لي هو اللي بيرجعها في المباراه ثرو ثاني لهني من جهه فريق تي وانين بيطيح من جهه وين افتر وين طب ما يوصل للسيلفر شينيغامي عمل كايتنج ولا اربع الصراحه من افتر وين الكومباك كومباك يدريل ممكن هنا فريق وين افتر وين تبع مباراه يا مورو مثل فما كوك ماو فريق حيين ولكن اولف ركز معه في حل الالتيميت بدك سبيد بالدبليو لقب النكسس كان هذه نهايه مباراه جي جي الوين افتر وين رجوع غير عادي رجوع اسطوري كومباك من جهه وين افتر وين واجروا شويه من ناحيه بين ومن ناحيه ليونا على لولو موست لايكلي مش على ازر لان ازر زي ما احنا شايفين واخد كلينز ودي حاجه طبيعيه جدا قصاد ليونا اغلب ايدي كاريز لما بيلاقوا ليونا بياخدوا كلينز فاتوقع ان البوتلين مش هيبقى اجنايت واحد ودي مفاجاه اكس اكس اي ولكن هي دي اول مباراه تشوفوا فيها اجريسيف انفيد من جهه انمي جاكلر شوف الايد قديش عامل انت مفعول لحد الان في البوتلين يا جارديان كان قوي جدا عروب هو اللي كسبهم تريد توب لين شوفوا مش برنكتون جوكس ياخذ ثاني كيل في لحظه على طول كان ايكو جاهز يعمل كولابس هو كمان هو لسه هنا بس بيعمل دبل وانه كان موجود من جيت اكس اي هيك ما فيش تعمل هنا الكيل بس بقى نشوف قوه ايكو ضد سندرا اوه هيدايف تاني اوه ممكن تشوفوا دايف لما من جيت سايفر وايكو هو عندهم الالتيميت بتاعهم اللي مهمه جدا في عمليه الدايف الكرونا بريك من جيت سايفر فلاش خطا بالمره من جيت اونيشان عندهم
المعلومه انه نشان ما عندوش الفلاش، ممكن نشوفوا النوك اب من موبو تيتو ينجم ينحي الداور اجرو بالفويد راش اللي هو اللي ديد 1 في 3 ونيشان لا حول له ولا قوه. السكند كيل يمشي لصالح سايفر لان عندنا فايت قاعده تصير في التوب لين مره اخرى، عمليه وراء عمليه، ولكن المره هذه فما تيم درامش موجوده في التوب. فلاش من سايفر سكاتر اوف ذا ويك ولا اربعه ليش باور، ولكن نوتي ناخذ دامج هنا مش ياخذ كيل على لانه باش تموت معايا ريديا، ولكن كان تعمل فوكس بجوت يكون خير، ولكن فما انجيج هنا لو اتش بي بين ليونا حاول يعمل انجيج كذلك هيكاري بيستعمل اوتوماتيك يحاول يعمل ستيل، ولكن ريكساي هو الاخطر هو اللي ياخذ التنين وكذلك ياخذ الكيل على هيكاري. ليونا اللي بيستعمل فلاش اللي حتحاول تهرب من المأزق في نفس الوقت انجيج يعمل دايف في نفس الوقت ذا سايفر ياخذ الكيل على فين سندرا هذول الوحيده اللي تبقى حيه في المباراه هذه 13 دقيقه بسكون الايس هنا ليه فلاش من جيت سندرا على ليش باور ولكن الايس ريكساي والبين ان هو صبر على السمايك بتاعته ما استعجلش ما خافش ما كانش في اي بانك ما كانش في اي خوف ايراليا هتعملها دايف ثاني ولا وان في 2 هل يفعلها لانك ما كنا نحكيه يا مورو هل ينجم يربح الوان في 2 لانك شوف هنا البولو اب موجود في التيميت بتاعه سايفر بالداش ستيل برفكت مش ياخذ ممكن كير على رينيكتون زري رينيكتون يمنع لانه ولكن الفلاش دامج ستار من جيت رينيكتون ومو باتو يهز الكيل في الكيو سايفر كذلك في الكلين اب ياخذ الان يعني اللي ممكن يكون ستان على الوول ولكن هيك كريم في المباراه هذه خير انه يقوم بالكاش دوب شوف الدامج من جهه ريكساي يعني بالايد ولكن سايفر كالعاده لانه يحاول يجدد يحاول يعمل 1 في 3 ليونا ما عندهاش الفلاش كذلك فين ما عندها الفلاش ممكن تصير فايت سايفر لانه كرونو بليك دومينيتنج كيل يمشي على هيك كريم ولكن جي تي موجود من جهه اونيشان هل تاخذ اول كيل نعم ياخذ الشت داون على سايفر ولكن ايزي موجود في الباك لاين الوايد كلوك من جهه تورو الفايت راش من جهه ريكساي واونيشان مش يموت هنا والدبل كيل تمشي لصالح مورا في العمليه هذه مين وايل عندنا زميلنا جوكس لولو كان معاها هيل لكن ما عملش مانا ميون شوف ريكساي كذلك مورو 7 0 6 عنده ال ايدج اوف نايت مش يعمل سايفر كالعاده هنا يحاول انه يهز الكيل على فين وين الكرونو بريك الكرونو بريك في وقت مهم جدا هنا شوفوا ايفري عمل انجيج الاركين شيف والكيو على فين تموت والدبل كيل تمشي لصالح كورا هنا في نفس الوقت ريكساي عنده بشر دامج على السنترا يفسخها من الخريطه يفسخها من المار وقت جدا الصراحه البوزيشن كان حلو الكايتنج كان احلى ولكن الدامج مش موجود فين محتاجه واو هو الدامج ده ايه الدمج ده؟ كالعادة رميه اونيشان يحاول ياخذ شت داون ولكن ما يخلصش مو باتو كالعادة ليجندري كيل 9 0 ولكن هيك كريم شيف يحاول هنا هذه مرة يحاول انه يكون هذه مرة انه يستعمل جول هل شي لازم ياخذ كيل ليه؟ بروشو اللي هو سايفر كالعادة ياخذ سبع كيل يشوف الفلاش نو كام لما جيت ريك سايد فين تستعمل فلاش ولكن سايفر لما ياخذ فلاش ولكن كيل من جهة فين هذول اول كيل صراحة تأخر شوية يعني مش عارف لو الكيل ديت هتفرق كتير بصراحه في بس والله عرفتها عرفته مش يعمل الفلاش ده جوكس كالعاده انستوبابل يستعمل سلايس اند دايس ممكن يعمل حتى 1 في 3 لان السولر بلاي بس جي تي يونا هل يفعلها ويجيب ال 1 في 3 ليه؟ فما دامج كذلك جي تي فين حقيقه لا يقتلها لان بالسلايس اند دايس دومينيتنج رينيكتون مش هو هذا يا جوكس سيس عليهم يا جوكس خلاهم يحاولوا يلعبوا شوفوا هولي شان في محاوله بطوليه لهنا ولكن ليفل 14 جوكس يعني متفوق باربع ليفل على اولي شان شوفوا سايفر كالعاده يعمل في البيامج وديسريسبكت زي فد العيش انما اليوم الوقت في خطر في كل اعاده في كل اعاده نلقاو كيل من ولكن دايما دايما الريسس دي اشتغلت في صالحه هيكريم مشغل جوست اوه هيكريم مشغل الجوست ولكن الفير موجود بالالتيميت ولكن سايفر هل ممكن يفعلها ال1 في 3 لنا ليونا عند الالتيميت نتذكروا سايفر عنده الكرونو بريك شوف الدامج بالكيو شنو هو هذا ميس اوت اللي مش ليونا كرونو بريك اللي موجود من فيه سايفر يخضر رفيش كيل شوفوا الجوكس انا فرحوا في 1 في 3 سيتويشن اول شات دانج لصالح الفين هل شيخ بدي يخبر كيل لنا جوكس ايه السكند شات دانج لصالح ليفل 11 ليفل 14 في الميد لين ليفلز ديفرنس لانجيج من اونيشان غريب نوعا ما ولكن ممكن تكون اخر فرصه لان فريق فارس يكون نجح مباراه شوف الروش شوت براش يعمل دامج قوي على اونيشان تو كيز اوريدي كيو صالح طبعا اري سيندرا في موقف خطير جدا طبعا في صالح ازريل ممكن هذه تكون نهايه مباراه فين هي قبل الاخير اخر ضحيه بتكون ليونا جي جي والبلينيد الفريق سمن اري اللي ب 36 كيل قدم مباراة قوية جدا مخطر هذا الفريق مخطر يا مورو في قادة المباريات سمن اري سمن اري ما بيهزروش هم undefeated لحد دلوقتي في بطولة كأس العرب 7 وينز وده هيبقى وين رقم 8 على ما اظن في الدوري اللبناني فالصراحة بيهزر مستنيينهم تحت الفان مش ممكن يا جماعه البي ام والديس ريسبكت قوي جدا لكن حقهم الصراحه والبلاي دي سم كوميونيكيشن قوي جدا هنا من جانب فريق سمر عادي ممكن محاوله دفاع لنا ولكن اتس امبوسيبل من المتحيلات السبعه نرجعوا في المباراه الثانيه فريق فيروس اي سبورت جي جي والبلاي حقيقه كان الاول ان هتكون مشكله طبعا
بس الفكره كلها انه هم كمان سكيلينج اكثر. هلا السؤال اللي بدي اسالك اياه بارالايز هو بوجود ترندل هل بالجنجل بوزيشن هل في سيناريو ممكن بعدين يعمل فالدراجن دوت هيبقى سيف كول 100% لصالح فريق تيم ميد جيمينج ويعني اتس ا جود كول اتس ا فيري جود كول من اولف ان هو يلاحظ بس اول 1 في 1 موجود في التوب شوف الشيلد من جهه مارت كايزر ممكن تشوف فيرست بلاند هنا الفلاش والفيرست 3 منه كاب ولا حتى 5 منه كاب ولكن ممكن نشوف فايت يصير لهنا من جهه الهيرالد 3 في 3 لهنا بين التوب والجنجل والميد 1 اوتيميت من جهه مارت كايزر يعملها على الفلور يستعمل الالتيميت تبعه على الفلور شوف الانليش باور من جهه سيندرا ايسبور ياخذ اول كيل في التيم فايت هذه السايكلون موجود مارت كايزر في خطر شكوك هيز سكند كيل بين بيش يكون هو وخلاص كانت كل 100% راحت بينما نحن بنتفرج على الريبلاي ايكوميت 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 1 في 1 ضد سيندرا والله مايند لهنا قاعد يقدم في مباراة جميلة 81 سي اس في 9 دقائق وكمل هز الكيل على بسرعة بيقدر ايسبور انه هو يعني يعمل كلير باسرع وقت ممكن ويقدر يتلفورد بعيد بدون ما يقدرش جدي بي لهنا موجود من جهة مارك كايزر سمايك من عند اولاف يحاول يرجع شوية اتش بي نتذكر اللي ايسبور مش موجود ديث سكراب دوب اعلان الالتيميت موجود من جهة مارك كايزر 1 في 1 مع فيو لاش لوناتيك هل يفعلها هل يقطع الكيل شوف الفلاش موجود على التنين البيت ولكن اللي يدخل هنا اولاف موجود وياخذ الكيل على ازريل وفريق تيم ميثنا سيندرا في نفس الوقت فايت صغير موجود في ايكو شوف دامج يعمل فيه لان لا ترند البيت في خطر ما عندوش فلاش سلو بالاكسس والكيل ياخذ النايت سلاير في نفس الوقت ما يحب يكمل يعني يحب ياخذ الكيل على بارد ولكن ما نتصورش انه مازال عنده الماجيكال جيرني نتصور النجم يوقف بين نفسه ولكن شوف ايس بورو موجود بتي بي مش يحاول انه يقتل نايت سلاير لهنا نقص الكيو ايس بورو ياخذ الفلاش يا اما الالتيميت بس مش الاثنين مع بعض في التوب لين فما ال1 في 1 موجود بالالتيميت تاع مارك كايزر ولكن تو ليفلز اهيد لهنا ايس بورو يعطي دامج قوي جدا الشيلد موجود من جهه مارك كايزر شوف البيلر ولا اروع من جهه بيل دون ايكو عنده الالتيميت حاضره هذا هو البيلر موجود من جهة ترند الدمج موجود كذلك على ايكو لازم يستعمل الالتيميت بتاعه خاص ونفس بوسيبل كرونو بريك موجود هل ياخذ ياخذ كيل على سندرا سكاتر اوف ذا ويك ولا اروع ده الفرق ما بين واحد جود سندر بلاير وجريت سندر فلاش فلاش موجود من لوسيفر يستعمل اولت كذلك فلاش موجود من جهه اولاف يحل عليه الالتيميت الفلاش من مايند ولكن شت داون بالاكس موجود الترند اللي هنا ممكن يلقى روحه في خطر ما عندوش فلاش كيو دريدج لاين من جهه لوسيفر وين الفولو اب نفس الفولو اب شوفوا ايس بورو اللي هنا موجود يجي يعمل انجيج انتم لو كان ياخذ الكيل الاول على اولاف ياخذ الكيل الثاني على روتنس هل تشوفوا تريبل كيل هنا لصالح ايس بورو التريبل كيل بالترينيتي فورس يعمل في دامج الصراحه دراجون فايت هذه ممكن نشوفوا دراجون فايت لازم يعملوا كونتست انا فريق كولاش ممكن يعفر واحد اقوى في تي فايت تيمبرد فايت موجود من جهه بارد على لوسي فنتك لوسي فر ما عندوش فلاش ما عندوش سبوت ركزوا معايا في دريك بيت اولاف لويس في لنا ما عندوش القدره انه يستيل الى دريك ولكن اوتيميت موجوده من جهه مارك كايزر يحاول يعمل 1 في 1 مرات ولكن في نفس الوقت ايس بورو ياخذ الكيل الاول مايند ياخذ الكيل الثاني دبل كيل فتح ايس بورو ممكن تكون ايس لهنا صراحه فريق كيولاش شوف الميستيك شوت والدامج وجينزو كيد ياخذ الكيل على ايكو سيف بارن 100% حلوه الكول وبنما ايس بورو بيستكوش في بطن بقيت في بدري تيمبرد سميت موجود لهنا بجهه بارد ممكن يصير له وان شوت ولا يستعمل الفلاش بتاعه سيلفر بريت موجود ليش باور اللي قلت بايزا من الكول حتى بيعمل في دامج لينجيج انا موجود من جهه ايكو ما يخافش حتى يستعمل كرونو بريك بين ياخذ اول كيك في المباراه شوف ستوب واتش ولا اروع موجوده من جهه جينزو كيد يعمل بها ديناي للكيو من جهه لوسيفر ولكن سيندرا استعمل الليش باور الفلاش ياخذ عليه شوت فراش ولكن نايتس تيم ميت سايد ستيب جميل هنا تمبر بيت ولكن ترانتر يستعمل الالتيميت بتاعه سيفر سلاي وقتا ياخذ سولو كيل على كزايا هدف على فريق كولاش يربح المباراه هذه لا شت داون موجود لهنا من جهه كايزر على الاسري ولكن ايس بورو موجود ايس بورو ممكن يعمل كاري ممكن يقتل العناصر المتبقيه لان من فريق تيم ميت ممكن هذه تكون نهايه المباراه نوتريس هذه نجم يدافع على النكسس ما نتصورش لازم يحاول يستنى ايكو انه يحيى من البيز ولكن السيجينج موجود هنا من جهه ماين تصور نجم حتى يعمل وان شوت ايكو نتذكر انه عنده الكرونو بريك هل ممكن ياخذ الكيل على ماين ما نتصورش هنا ما نتصورش مش تكون نهايه المباراه يعني ما اظنش عرفوا يندوا الجيم لازم يعملوا ريسيت بسرعه علشان بقيه الفريق هاي سبون ظاهر تطلع دلوقتي من السبون من الفاونتن وايس بون خطر في شطه كبيره جدا على ايس بون يا طب مين هياخدها زايا زايا تاخدها زايا تاخدها 1000 جولد لصالح تيم ميث بعد يعملوا البوش الاخير على النكسس وممكن تكون اخر تيم فايت نضطروا نشاهدوها قبل نهايه المباراه ولكن فريق تيم ميث مازال صامد مازال يحاول انه
يخلي احلامه بالفوز الفريق فوز المباراة هذه، ولكن اولا ممكن يكون اول ضحية لونا تيكي تركي تو مان اولتا هي من جهة فالد هاي استعمل اولتا تفتحها، ولكن هي الموجود ما عندش فلاش هنا اليكس رسمه من جهة فالد، ممكن لونا تيكي ياخذ الدبل كي للعمل هنا، ممكن تكون نهاية مباراة هنا الفريق كيولاش ايجيب ايس بورو ممكن حي ايس بورو ليفل 16، ولكن ممكن تشوفوه مات مركز ياخذ عليه الكيل، ولكن النكسس يدمر جي جي والبيت الفريق كيولاش ايجيب حقيقة مباراة ممتعة جدا.